بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين الغر الميامين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى الصباح فغاب عن عيني، وهل يبقى حبيب للمحب بمشهدي؟ لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمدي. فقد الأحبة والحماة بكربلاء، وبقى فريدا لا يرى من منجدي. لم أنسه لما رأى أهل الوفا صرعا على حر الثرى المتوقدين، ناداهم يا إخوتي وأحبتي، شمل ثنا من بعدكم بتبددي، قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، قوموا انظروا حل بي من بعدكم، ففراقكم يا أهل ودي مجهدي قطع الرجاء منهم، قطع الرجاء منهم وعاد مودعا. سعد الله قلبك سيدي يا أبا عبد الله. قطع الرجاء منهم وعاد مودعا، حرم المهيمن من عقائل أحمدي، حرم المهيمن من عقائلي،
فبرزنا من حرم الإله نواجبين بنعين موجعين وتوجدي عليه درن صوارخ وبواكي ولنعيها قد ذاب صم أشدها وأشدها أسفا عقيلة حيدر تدعو أخاها السبط من قلب صدي تدعو أخاها السبط من قلبي صدي وعلي درن صوارخ وبواكي ولنعيا قد ذاب صم الجلمدي وأشدها أسفا عقيلة حيدر تدعو أخاها السبط من قلب صدي من بعد فقديك من بعد فقدك يا حمانا ملجأ للحائرات ولليتامى الفقدي وعاد وهل ركبوا جياد العز وعاد وجفوا والحشر ملقاهم وعاد علي نذر لا رجعا والله وعاد ولرد وازرع طريج الغاضر لرد وازرع طريج الغاية تعلمون أيها المؤمنون ليلة عاشوراء كانت ليلة اختبار ليلة امتحان الإمام الحسين عليه السلام اختبر أصحابه هذه الليلة فأبلوا بلاء حسنا وأثبتوا بأنهم هم الصفوة المختارة لنصرة الحسين سلام الله عليه حتى أنه حينما قال لهم الحسين عليه السلام اتخذوا هذا الليل جملاً وليأخذ كل واحد بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا عني في ظلام هذا الليل فإن القوم إذا ظفروا بي شغلوا عن طلب غيري ماذا أجابوا ماذا قالوا أبا عبد الله
إن نفوسنا لنفسك الفداء ودماءنا لدمك الوقاء، فوالله لن يصل هؤلاء القوم إليك بسوء ما دام فينا عرق ينبض يا أبا عبد الله. وبالفعل حينما أصبح الصباح من يوم عاشوراء وجاء دور الأصحاب، جعلوا يتسارعون لنصرة الحسين سلام الله عليه، ويأنسون بالمنية دونه استئناس الطفل بمحالب أمه. كان يأتي كل واحد إلى الحسين سلام الله عليه ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. فيقول لهم الحسين: وعليك السلام ونحن خلفك، احنا بعد ساعات سنلتحق بك، احنا بعد ساعات سنأتي، لا أحد يبقى هنا من الرجال. نعم، جعلوا يتسارعون ويتسابقون لنصرة الحسين سلام الله عليه واحد بعد الآخر، حتى أنه حينما تقدم عابس بن شبيب ورمى بدرعه ذهب راجلا، قالوا له: ماذا تصنع يا عابس، أجننت؟ قال: والله حب الحسين أجنني، حب الحسين أجنني. وكانوا يتواصون، يوصي أحدهم الآخر لنصرة الحسين سلام الله عليه، واحد يشجع الآخر، حتى أنه يقول الراوي: حينما سقط مسلم بن عوسج على الأرض جاء إليه أبو عبد الله الحسين وقال: رحمك الله يا مسلم. التفت إليه حبيب بن مظاهر، قال له: يا مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر أحببت أن توصيني بكل ما يهمك. قال له: يا حبيب، يا حبيب، أنا ما عندي وصية، عندي وصية واحدة. ما هي وصيتك يا مسلم؟ أشار إلى الحسين عليه السلام وقال: يا حبيب، أوصيك بهذا الغريب. يقل قربتي يا ابن ظاهر، من ايتي ما وصيك بعيالي وبيتي. لعد شنو وصيتك يا مسلم، ماذا توصي؟ ما وصيك بعيالي وبيتي، بالحسين، بالحسين عندي وصيتي. يا أبا، يا أبا، يا نعم، نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق. شفيقا، أوصى ابن مسلمة، أوسى بن عوسجة حبيبا وقال له: قاتل دونه حتى الحمام تذوقا. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. أقول يا مؤمنين، يعز عليكم الآن الحسين عليه السلام موجود مع أصحابه، حول أصحابه وأهل بيته، ولكن ما مضت إلا ساعات وإذا بالحسين بأبيه وأمي ينظر يمينا وشمالا، يلتفت وإذا ماكو أحد من الأصحاب، ليس هناك من الأصحاب ولا من أهل بيته أحد إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه. ولذلك نادى بصوت يقطع القلوب: يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوسجة، يا زهير ابن القين، ويا برير، ويا فلان، ويا فلان، يا أصحاب الصفا، ويا فرسان الأيجاء، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تنتبهون، أنيام أرجوكم تسمعون،
أم حالت مودتكم دون إمامكم فلا تنصروه، قوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول هؤلاء الطغاة اللئام. يا ويلي قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام، ولا خلوا خوات حسين تنضام. ويلي من تفايض منهم ولام، هوى ومثل ما هو النجم من خير. آيا بفادت ذنة وذاك الخيل صدر رض رضنة، وهذا بي لأن الشعب رنة، وهذا وذاك بالهند يمودر. آه لما أصحاب الوفا قتلوا. صوتك أيها الموالي مع الحسين، هذا لسان حال الحسين سلام الله عليه. ساعد ساعد الحسين سلام الله عليه مع في بكائك ونياحتك. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا. إلك إلك بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا بسويد القلب نيرانا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. إلهنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل في فرج إمام زماننا. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وعونه ورضاه، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك رب البيت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اشف كل مريض، لا سيما مرضى المنظورين، اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وفرج عن كل مكروب، عن كل سجين، وعن كل أسير من شيعة أمير المؤمنين. اللهم تغمد موت المؤمنين والمؤمنات برحمتك الواسعة، وإلى أموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.